يا سلام يا سلام. انا شفت ناس يقولون الذهب ما يلبس الرجال. وش كان؟ من يلبس الذهب؟ ها؟ من يلبس الذهب؟ شفت مقطع الناس كان يقولون حريم صح؟ اي اعتبرني انا من الحريم خلاص؟ لا 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 ابدا ابدا محشوم. طيب صراحة أي تعليق في مخي أحس إني ما أقدر أقوله، راح أصمت قليلا. غالي والطلب رخيص، راح نعتبر، أنا راح أعتبرك منه. الطلب هو يقول اعتبرني منه. طب علميا هذا سؤال علمي، هل الرجل إذا لبس ذهب يزيد عنده هرمون الأنوثة؟ علميا أتكلم. علمياً عمت الموضوع ردت فعلاً يضحك صراحةً، يعني هو اختصار خلاص، هو معروف الشاب هذا صراحةً اللي هو آيس كريم ديسمبر، يعني الملقب بآيس كريم ديسمبر معروف أو شايب دايمن. الناس تحب تضحك تطقطق عليه، يعني أنا شفت مقطع قبل كم يوم إنك الناس صوره بدأ مشى وتركوه، فيعني خلاص هو كبر رأسه خلاص، تعرف اللي أنا بنت يا الله بنت خلاص خذ راحتك.